ونتحول إلى الملف اليمني، حيث واصلت قوات المقاومة الشعبية تقدمها في عدن جنوبي البلاد، واستعادت السيطرة على مبنى الإدارة المحلية للمحافظة بعد أن طردت المتمردين منه. وتقود المقاومة عملية عسكرية واسعة منذ يومين في عدن لطرد الحوثيين وقوات صالح، نجحت خلالها في استعادة السيطرة على مطار عدن وسط توقعات ببسط سيطرتها على المحافظة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر عسكرية يمنية عن إخلاء جماعة الحوثيين وقوات صالح مواقعهم في بعض مديريات محافظة شبوة جنوبي البلاد، وإعادة الميليشيات إلى مركز المحافظة مدينة عتق دون أي مواجهات مسلحة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ بليغ المخلفي، المحلل السياسي. سير العمليات في عدن على مدى يومين، هل يؤدي فعلا لهذه النتيجة المتوقعة، إعادة السيطرة مرة أخرى عليها؟ نعم، يعني المقاومة الشعبية حققت خلال اليومين الأخيرين انتصارات كبيرة جدا، سواء في عدن أو في تعز أيضا، و هناك تقدم للمقاومة أيضا في مارس. المقاومة مدعومة بقوات التحالف اليوم يعني تمكنت تقريبا من استعادة السيطرة على محافظة عدن، بقي فقط بعض الجيوب لجماعة الحوثي في منطقة التواهي، وأعتقد أنها يعني خلال هذا اليوم ستتمكن المقاومة من السيطرة على كامل مدينة عدن. أيضا في تعز هناك تقدم كبير للملاحظة للمقاومة منذ يومين، واتوقع يعني اذا ما انتهت الامور في عدن ان يؤثر كذلك على سير عمليه المقاومه في تعز وتصدير المدينه. على الصعيد السياسي وايضا على الصعيد الاستراتيجي، في اي خانه يصب هذا التقدم، خاصه اذا ما تم حسم هاتين المنطقتين خلال ايام قليله؟ عدن تمثل يعني لها اهميه خاصه كونها العاصمه الثانيه، و هي المدينة التي انتقل إليها الرئيس عبد الرب منصور هادي بعد خروجه من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي، وأعلن حينها عدن عاصمة مؤقتة للبلاد. بالتالي يعني عدن إذا ما تم يعني تصديرها وتحرم ميليشيات الحوثي عنها ستشكل تحول في مسار العملية السياسية بشكل كبير، خاصة إذا ما تم يعني انتقلت الحكومة اليمنية من الرياض إلى عدن لممارسة أعمالها من هناك. تعز أيضا تمثل حلقة الوصل بين محافظة الشمال ومحافظة الجنوب، وهي المحافظة الأكثر كثافة سكانية، يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة، وبالتالي تعز وعدن تشكل، وأيضا تعز بحكم إطلالها على باب المندب، هي المحافظة التي تطل على باب المندب، لهاتين المحافظتين أهمية استراتيجية وأهمية يعني ستؤثران في مسار العملية التحول السياسي الذي بطبيعة الحال. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ بليغ المخلفي، المحلل السياسي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب الثانوية العامة على أماكنهم بالجامعات.